ربما البعض يعتقد أن عملية إقحام الناصرية أو تأجيج الوضع في العراق هو جر العراق إلى ساحة لربما يريدها الآخر. ما هي هذه الساحة؟ الساحة أن يكون قرار العراق ضعيفا وغير قادر على أن حقيقة يتبنى أو أن يبقى متمسك بثوابته تجاه القضية الفلسطينية، يكون ضعيف وبالتالي من الممكن السيطرة على قراره يعني بسهولة أن نسيطر على هذه الأمور. شلون هاي السيناريوهات؟ شلون بس أريد أعرف يعني مثلا السيناريوهات هي اللي خلت قائد الشرطة يفتح هالملفات لو شنو؟ لا شوف أكو بعض السيناريوهات تقول ماذا؟ أولا قائد الشرطة اجتهد فأخطأ، واحد سيناريو الأول. أي. القضية الثانية تتحدث عن أن هنالك سيناريوهات لربما أن هنالك جهات في الإطار التنسيقي دفعت قائد الشرطة إلى أن يقوم بهذا العمل، لأن هي أساسا الآن لا تمتلك مقرات حزبية موجودة في الناصرية ومقراتها مغلقة، غلقت منذ 2019 وإلى اليوم. هسه احنا نقول أنه هذا السيناريو ربما غير راجح لسبب بسيط جدا، أن الانتخابات الأخيرة أفرزت أن الإطار التنسيقي موجود في الناصرية واستطاع أن يحقق مساحة وهو يتحكم الآن في المجلس.